السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على التوأم الرقمي أو الديجيتال توين. هو نقدر نقول إن أنت تعمل نموذج للمبنى بتاعك بحيث إن أي حاجة تحصل تبقى عندك داتا عنها، وتقدر تبقى عندك تنبؤ بحاجة هتحصل بعد كده. طيب، يعني نقدر نقول مثلا إيه، إن إحنا ممكن نعمل ديجيتال توين مثلا لإنسان وحاطين فيه كل المعلومات وبنعمل لها أبديتد، بحيث ان يعني ايه في ظروف معينه مثلا من الجو والمناخ وكذا، نقدر نشوف هل مناعته تبقى قويه قدام الكوفيد 19 او الفيروسات وهكذا. طيب، بالنسبه لمجال البيم، فسنه 1991 في عالم كمبيوتر اسمه جيلارنت عنده فكره، كان ساعتها بقى مش الديجيتال توين، اسمها ميرور ووردز. بيقول لك احنا عايزين نعمل نموذج بوسط كمبيوتر للمدن، بحيث ان يبقى عندنا المدينه كلها على الشط تحتك في صوره واحده، ويكون فيها كل الانفورميشن اللي انت عايزها، وتنبض ومليئه بالحركه ومتغيره. ده سنه ايه؟ 1991. تمام، هي نفس فكره التوأم الرقمي، بس يمكن الاسم بس كان مختلف، بحيث ان يبقى عندك معلومات كامله عن المدينه، فتبقى عندك بيج داتا عن كل حاجه بتحصل. وفي دكتور اسمه جرافرز، ده من جامعه ميشيغان، عمل في سنة 2002، قال لك ان وكالة ناسا شغالة بقالها سنين على موضوع النماذج الرقمية المعقدة نسخة من الواقع، فيبقى عندك المدينة كلها موجودة وتقدر تشوف كل حاجة تحصل. بيقول لك ان ساعة الكارثة اللي حصلت لأبولو 13، وكالة ناسا كانت عاملة استخدمت انظمة نسخ مطابقة اللي هي التوأم الرقمي عشان تسيف الأبولو 13 وتستفاد منها واللي حصل ما يتكررش. وفي انواع كتيره جدا زي بايلو، بيعمل نوع من الاستبصار بحيث ان هو بيدمج الخرائط المخصصه والتضاريس وشبكه الصرف والميه والمباني كلها في يعني مكان واحد، ويقدر يقدم دايناميك، يعني ما بتبقاش معلومات ثابته، لا ده هي بتختلف لحظه بلحظه. اول ما تحصل حاجه يعمل لك ابديت عليها، مثلا حصل زلزال فيبدا يقول لك انا اتوقع ان الاماكن اللي هتتضرر بالزلزال ده الاماكن الفلانيه وهكذا. فهو جسر بين العالم الرقمي والعالم المادي اللي احنا عايشين فيه، بيبقى فيه اجهزه استشعار ويبقى عندك كل المعلومات، يبقى انت عندك كده كان نسخه من المدينه كلها موجوده عندك على الكمبيوتر. ودلوقتي اوتوديسك بدات تدخل في المجال ده، تقريبا من 3 4 ايام بداوا يعلنوا عن حاجه زي كده، بين 62 بريت هيلغوه وهيحطوا بداله الديجيتال توين. هو طبعا اشتروا شركه خاصه بالديجيتال توين وضموها ليهم، يعني مش بيخترعوا، هم بيشتروا. تمام، فهي هتبقى شريان الحياه جديد للمباني الذكيه في المستقبل. فنمذجه معلومات البناء هتديني منصه كامله اقدر احط فيها كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها من الديجيتال توين، وتبقى فيها كل التخصصات اللي احنا ممكن تفيدنا في الجزئيه ديت. فهيبقى في الواقع وفي نسخه منه على الكمبيوتر، واي حاجه تحصل هنا بنبدأ نعملها ابديت هنا، ونقدر نشوف المحاكاة لو حصل حاجة زي كده هيستحمل مش هيستحمل. يعني انت جال خبر ان هيحصل مثلا كارثة معينة، فتبدأ تشوف الكارثة دي لو حصلت عندك ايه اللي هيضر بيها او هيحصل ايه وهكذا. تمام، هو بيقولوا ان في القريب العاجل هيبقى فيه 20 مليار جهاز استشعار موجودين في العالم بيتوصلين ببعض، بحيث يبقى فيه او يعني مدينة مثلا متوصلة بحاجة زي كده، زي مثلا مدينة سنغافورة. طبعا في مدن كتيرة جدا مهتمية بموضوع الديجيتال توين ديت، وهي فعلا يعني تعتقد انها اسراف او فلوس، لا هي بتوفر حاجات كتيرة جدا، وبنبدأ نشتغل بيها. ممكن مش لازم في الاوبريت، ممكن نشتغل بيها اثناء الديزاين والبيلد والمينتيننس والاوبريت وهكذا. من اول بداية المشروع يقدر يشتغل معانا موضوع الديجيتال توين دوت، بحيث ان احنا نقلل التكلفة، ونقدر نحط كل الأجهزة الاستشعار اللي تدينا الداتا وتدينا المعلومات وتدينا الاستهلاكات اللي احنا ممكن نحتاجها في الموضوع دوت. فيبقى في تطوير نحو مباني سريعة الاستجابة، ويبقى عندك قاعدة بيانات. يعني كان صديق ليا بيتكلم على موضوع الكمامة مثلا في دولة مش فاكر ألمانيا ولا ايه، ان هو مش ألمانيا، في دول الكومنولث، انه كان قدام البيت بتاعه في او قدام مجموعه البيوت اللي جنب او يعني المنطقه اللي هو قاعد فيها، قدام كل بيت في زي سله زباله كده كبيره تحت الارض، بيدوس بكارت تطلع لك فتحط الزباله، فدي
طبعا بيبقى عليك تكلفه ان انت الزباله دي هتتاخد وهترمي. طبعا لو رميت حاجه في الشارع انت ممكن تتعمل فيها. وفي حاجات مخصصه مثلا ان انت تحط ازايز معينه بلاستيك وحاجات زي كده. وعندهم قاعده بيانات كامله زي ديجيتال توينز كده ان كل واحد بيعمل ايه، تمام؟ فلو انت حطيت مثلا حاجه كويسه بيبدا يديك نقط. ممكن تلاقي مثلا الكهرباء ما جات لك زيرو السنه دي لان انت بتحط الزباله بشكل معين زي ما هم عايزين وهكذا، تمام؟ فاصبح في قاعده بيانات كامله. لو انت في مره من مرات استهلاكك زاد، معنى كده ان في حد عندك في البيت جديد، فيجي يقول لك انت مين اللي معاك، وهل هو مثلا بيدفع معاك في الايجار ولا لا، ولا هو جاي بشكل غير قانوني، تمام؟ فعندهم قاعده بيانات قويه جدا في الحاجات دي. فالمالك العقار لو قدر يربط الحاجات الاشياء العقاريه الرقميه المستقله بالحاجات العمليه، فهيبقى عنده انترنت الرقميه، يقدر يتحكم في المبنى، يقدر يبقى عنده معلومات كامله للمبنى. مثلا سنغافوره قدرت تعمل توائم رقميه للمدينه، بحيث ان انت لو دخلت على الموقع بتاعها هتلاقي كل المعلومات. انا جربت الموضوع ده بنفسي كذا مره وعملتها فيديو قبل كده. بتلاقي كل الاماكن اللي ينفع تاجرها محطوط فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، ومعلومات دايناميك بحيث انت تشوف الاستهلاك بتاع الشهر ده قد ايه وهكذا. ففي تعاون كبير بين القطاع العام والخاص بحيث ان المدينه تتطور من نفسها. وفي مدن كتيره بدات تستخدم الموضوع ده ولقوا ان هو بيوفر مش عبء على المشروع. في اربع مكونات رئيسيه للتوائم الرقمي اللي هي البيانات زي انظمه البناء والبيانات الخارجيه والبيانات المخطط، وفي الاستنتاج المنطقي زي النماذج اللي هي الاي اي والام ال ارتفيشال انتليجنت والقواعد غير خطيه ومؤشرات الاداء الرئيسيه الكفاءه والانبعاثات وصافي الدخل ومؤشرات السلامه. وفي السياق زي سلوك الساكن وسلوك النظام والجهاز وسير العمل، تمام؟ يعني لو في حد بيستضيف مجموعة عنده بدون تصريح وبتاع، فهيبدأ يقول لك ان في استهلاك اخطر للمية وللصرف، يعني يبدأ يديك معلومات تقدر تستنتج بيها اذا كان في حاجة حصلت مش مظبوطة او كده. الرصد المستمر لتقدم البناء، انت ممكن تستخدمه في ان انت تشوف الحاجة وهي بتتبني وتشوف ايه الحاجة اللي المفروض فيها مشكلة، وتقدر تحقق من حيث الخرسانة والتشققات في الاعمدة وازاح المواد في مواقع البناء، تمام؟ فده هيساعدنا ان احنا نعمل رقمنا للمدينة. كان في مهندس معماري شهير انجبورج روكت روكر بيقول هو اتدرب على برنامج برينسر سيتون، هو برنامج ثلاثي الأبعاد. فهو بيقول لك كان في فجوة بين الأدوات المتاحة بشكل كلاسيكي اللي احنا متعودين عليها واللي موجودة في المجالات الأخرى. احنا بقى بدأنا نطور من نفسنا وإن احنا نستخدم ديزولت سيستمز عشان نحلل قدرات المدينة ونشوف ايه المدينه ممكن تحتاجها. والتحول الرقمي ده ممكن يدينا تنبؤ باللي احنا مشينا بالتعدد السكاني بعد 50 سنه نوصل لايه. ففي بيوفر معلومات، طبعا هو بيسمح بقدر من معلومات الناس تشاركها مش كل المعلومات. فاحنا بنشوف الاستخدام الامثل للموارد في التوائم الرقميه، بتعمل تخصيص افضل للموارد وتساعد الشركات والحكومات على تجنب اضاعه وقت الانتاج في حركات غير مفيده. تقدر تقول لك لا انت بتعمل خمس حاجات عشان تعمل الحاجه دي، ممكن تعملها بتاعت حاجات، في حاجات انت مش لازم تستعملها، بحيث ان احنا نقلل استهلاك المواد غير ضروريه ونتنبأ بمتطلبات الموارد على المواقع بشكل دايناميك. ونقدر نتبع استخدام المعدات، ونقدر ان احنا حتى يبقى في مستشفيات ذكيه، يبقى في توأم رقم من المستشفى، ونقدر نشوف في الوقت الحقيقي صحه المرضى وسير العمل وكيف استشعاركم. احنا عملنا الموضوع ده قبل كده ان في مستشفى وعايز يبقى عندها زي نظام كل حاجه بتحصل تشوفها قدامها، بحيث ان لو حصل لا قدر الله درجه حراره قلت درجه عن المعتاد في غرف مثلا عنايه مركزه او غرف العمليات او الرطوبه اتغيرت، يبدا يدي انذار ويبدا يشوف المشكله دي ويبدا يحلها بسرعه. من ضمن الحاجات برضو للديجيتال توين او توأم رقمي مراقبه الامن، ان احنا السلامه، ان احنا نتاكد ان نراقب التسبب الاشخاص والاماكن الخطر في موقع البناء، واي شخص غير مصرح بيدخل في مكان غلط. ممكن واحد بيستهبل عايز يشرب سيجاره فبيدخل في قلب الجنريتور عشان يولع سيجاره من غير ما حد يشوفه، فيبقى احنا مراقبين كل حاجه بحيث لما تحصل حاجه غلط نبدا نتعامل معاه.
وطبعا ليه مستقبل حلو قوي موضوع المستقبل الطاقم الرقمي، فنبدأ نهتم بيه، وهي من الحاجات اللي ان شاء الله هتلاقوا في محطات قوية في بيم أرابيا، فنتمنى ان انتم تشتركوا وتتابعوا ان شاء الله.